بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله خالقنا جميعا، صاحب الغبطة المؤتمن على جزور سوريا العريقة، المؤتمن على ما تركه أجدادنا السريان من تاريخ رائع للأبناء والأحفاد، أصحاب النيافة، أصحاب السماحة والفضيلة، أصحاب السعادة. حين أغراني غبطته والإغراء جائز والإغواء حرام، حينما أغراني بكم يا مستقبل سوريا وقال هنالك شباب سوريا قد جاءوا من كل بقاعها، من أرضها، من نورها، من سمائها، واجتمعنا هناك في زرى العلال في الجبال التي تحمل في قممها قيمنا، وجاءوا من السهول التي سقت جزورنا طيبا وطهرا ونقاء، قال لي اللقاء مع الشباب، فقلت هو اللقاء مع مستقبل سوريا لأقول لهم حفظ. حفظنا لكم الجزور وأوصلناها لكم نقية، هذه الكنيسة وذاك المسجد التوأم المتجاور هي من صنع جدي وجدكم، هذه الرسالات السماوية التي استقبلتها سوريا، وهذه قلتها في كل أوروبا، لماذا لم يرسل الله إبراهيم في موسكو وسيدنا موسى في برلين وسيدنا عيسى في فيينا وسيدنا محمد في بكين؟ لماذا كلهم أرسلوا في أرضنا
ليستقبلهم آباؤنا وأجدادنا. قال لي أحدهم وهو عربي متأورب، قال لي: لأنكم شعوب متعبة أرسل الله لكم الرسل ليرتاح منكم. قلت: مسكين أنت، أنا حينما أريد أن أرسل من أحب لا أرسله إلا لمن يحبه وأحبه، فشعب سوريا هو الشعب الذي أحب الله فأرسل الله له هداياه من السماء فاستقبلناها بالحب. فإبراهيم في أرضنا هنا مشى، ولكن حينما ذهب إلى الحجاز هناك أراد أن يضحي أضحيته. نعم، وحينما عاد إلى سوريا عاد ليترك نسلا طاهرا، وموسى الذي أتعب من فرعون مصر إلى أين لجأ؟ لجأ إلى سوريا إلى أرضنا. وأقسم عليكم لا تؤمنوا بخريطة سوريا التي يدرسونكم إياها في كتب الجغرافيا، فهذه ما رسمها أجدادنا، إنما رسمها سايكس بيكو، فهي تحت أقدامنا. فسوريتنا من غزة إلى إنطاكيا إلى أورفا إلى الموصل إلى معان، هذه سورية أجدادي وأجدادكم. وحينما أراد الله أن يبزغ فجراً في أرضنا كان المسيح عليه السلام، يسوع كلمة الله وروحه، ألقاها إلى الطاهرة البتول، فإذا به يشرق في أرضنا شباباً وفتوة وعطاء. بل علمنا من طفولته أنه البار بأمه، البار بربه، القائم بصلاته، القائم بطهره ونقائه. فحمل كلمة واحدة للكون: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ألهذا جمعتنا يا صاحبا الغبطة لنقول للعالم نحن أهل السلام، فإن أردتم أن تشعلوها حربا في أرضنا فنور سلامنا سيطفئ نور نار حربكم، فأرضنا للسلام. نعم، وحينما وقف سلام الله عليه في الجليل يرسل بصره إلى العالم لينشر المحبة والسلام، فكانت كلمته التي لا يعرفها هؤلاء: أحبوا أعداءكم، أحبوا أعداءكم. نعم، رسالة السماء أولها حب وأوسطها حب وآخرها حب، فمن دخل المسجد والكنيسة وهو لا يملك الحب لن يرى الله أبدا، لأن الله ينطلق نوره من قلبه. فإن كان الحب في قلبك أبشر، إن الله سكن في قلبك أولا. ولما جاء محمد عليه وعلى الأنبياء أفضل الصلاة والتسليم، كانت سورة مريم هي وسط القرآن. نعم، هي القلب، ليقول لنا أن رسالات السماء بأجمعها تحمل كلمتين لا ثالث لهما: قداسة الديان وكرامة الإنسان. وحينما تكون مهانة كرامة الإنسان يغضب الرب الديان، لأن صاحب الرسم يغضب لرسمه إذا أساء أحد لرسومه. فهل أنا وأنتم إلا من رسم الله عز وجل؟ كلنا من صنع الله الواحد الأحد. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ نعم أيها الشباب، نعم يا مستقبل وطني، منذ 20 سنة قلتها في كنائس حلب: يا شبابنا،
يا من وضعتم المسيح في قلبكم قدوة وفي روحكم ضياء، وجعلتم سوريا أرض القداسة والطهر، وجعلتم مريم هي التي تظللكم بحبها، وجعلتم الله الواحد هو الذي يهديكم بنوره. إياكم أن تغادروا سوريا إلى كل العالم، فسوريا هي التي أشعت على العالم بأنوارها، فهم محتاجون إليها، ولا تحتاج سوريا إلا إلى خالقها. إن أردتم العلم فاذهبوا وادرسوا العلم في كل العالم، إن أردتم التجارة فاذهبوا وأتوا باللآلئ إلى أوطانكم، وعودوا بالعلم إلى بلدكم، وعودوا بالجزر إلى بلدكم. أنتم في بلدانكم هنا في مدن سوريا كلها إنسان له كرامة، أما في أوروبا وفي أمريكا ستكونون رقما فقط لا أكثر، وستضيع الإنسانية منا. في سوريا لم يخطف خلال عام واحد 3000 طفل، اقرؤوها في الأخبار، في لندن وحدها خطف 3000 طفل خلال 3 أعوام. نحن من نقدس الإنسان. لذلك حينما كنا منذ يومين نصلي مع قائد هذا الوطن في داريا، ما كنا نذهب لنتحدى، وما كنا نذهب لنستعلي، إنما ذهب القائد ليعلم العالم أنكم تهدمون ونحن نبني، وأنكم تحرقون ونحن نطفئ، وأنتم تدجلون ونحن نوضح. نحن أمة كلنا فيها عائلة واحدة، السرياني، الكلداني، الآشوري، الكردي، الأرمني، العربي، السني، الشيعي، الأرثوذكسي، الكاثوليكي، كل طوائفنا، الإنجيلي، كلنا عائلة واحدة، ربنا واحد ووطننا واحد. هذه الراية سيسلمكم إياها صاحب الغبطة وسنسلمكم إياها، راية حفظها أجدادكم وافتدوها بدمائهم، فلا تجعلوا هذه الراية تنتكس، فإن من جاءوكم من العالم ليدمروا هذا الوطن لا يمثلون في يوم من الأيام دينا، إنهم يمثلون الهمجية ويمثلون الكراهية ويمثلون الحقد. فما ذنب مطرانين يحملان السلام أن يسجنا أو يغيبا؟ وما ذنب شيخنا البوطي الذي يجلس ليدرس الحكم الإلهية أن يقتل في مسجده؟ وما ذنب ساري الطفل وسارية الذي كان في الجامعة؟ ما ذنبهم حتى يقتلوا؟ هذه حضارتهم التي يدعونكم إياها، هذه التي يضعون مكياجها على وجوههم لتذهبوا إليهم. قولوا لهم: لولا بولس الرسول وبطرس لبقيتم همجا يا أبناء أوروبا. ولولا ابن رشد وابن عربي لكنتم دائما في الغياهب، ولولا ابن سينا ولولا الرازي لما تعلمتم علوما. فهذه سوريا التي انتصرت. أنهي كلمتي بالبشارة لكم، أقسم لقد انتصرت سوريا اليوم. فما طلبوا وقف إطلاق النار أبداً إلا لأنهم عرفوا أنهم خسروا المعركة، فقالوا: إن لم ننتصر على جيش سوريا وشعب سوريا وقائد سوريا بالسلاح، دعونا ننتصر عليهم بالهدنة، بوقف إطلاق النار. وابتسمنا وقلنا لهم:
أهلا بكم، هدنة توصل إلى سلام، نحن معها، أبناؤنا الذين ضلوا الطريق من أجلهم جاء المسيح إلى الخراف الضالة ولم يأتي إلى المهتدية. ومن أجلهم نشر السلام في الأرض، ومن أجلهم قال محمد عليه الصلاة والسلام: سل من قطعك، واعف عمن ظلمك، وأحسن لمن أساء إليك. شبابنا الغالي، أمانتنا في أعناقكم، حافظوا على الجيل القادم، على أحفادكم وأبنائكم، زودوهم بالمناعة، مناعة حب الوطن من الإيمان. من لا وطن له لا إيمان له. وإذا كان وطنك مقدسا فاعرف قيمة هذا الوطن. نحن كمسلمين ومسيحيين في سوريا موعودون بعودة المسيح إلى دمشق. نحن ننتظر المسيح عليه السلام ليجمع القلوب ويوحد الصفوف ويقول أننا أصحاب رسالة واحدة. ما جاء به إبراهيم وموسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام هو السلام الذي جاء به عيسى. فدين لا يحمل السلام لا يكون من الرب السلام. فقد وصف نفسه فقال: إنني السلام ومني السلام وأعطيكم السلام. احملوا السلام وأنتم عائدون إلى كل ربوع الوطن. قولوا: كنا في سيدنايا فقرأنا الجزور، وكنا في دمشق فقرأنا المستقبل، وها نحن نعود إلى أرضنا لنسقيها بطيب الجزور ونور المستقبل. وستبقى سوريا هذه بكم أيها الأبناء، بزنودكم وبقادتنا الروحيين وبعلمائنا، نموذجا للمحبة والإخاء. رغم أنف من يريد أن يشعل بها النار، ستبقى هي أرض النور. شكرا. وجعل الله حياتنا سلاما، وعم السلام بلادنا جميعا وبلاد العالم. وأسأل الله أن نعود غدا إلى فلسطين لنذهب إلى المهدي، فهناك في المغارة نسلم على يسوع المسيح ونصلي جميعا صلاة الإيمان، وندخل إلى القدس إلى المسجد الأقصى فنلتقي جميعا كما صلى به الأنبياء يوما صلاة واحدة. فيا أحبتي، إن الإله الذي تصلون إليه في الكنيسة نفس الإله الذي نصلي له في المسجد. فوالله إنه الإله الواحد الذي الذي خلقنا وإليه نعود. سلام عليكم وسلام لكم وسلام لسورية الحبيبة ولشهدائها الأطهار. سائلا المولى أن يعيد لنا الغيابة سالمين غانمين. سائلا المولى أن يبقي قادتنا الروحيين على تآلف وتحابب واجتماع فيه الخير للأمة، حتى نكون النموذج لكم أننا أسرة واحدة. فما أمسكت يد ابن عمي إلا لأقول لكم: والده ووالدي منذ 1400 سنة كانا أخوان، كانا مسيحيان. فلما جاء محمد قال جدي لجده: يا ابن، يا خاي، باللغة الحلبية، يا خاي، أريد في القرآن سورة مريم وحبيتها، شو رأيك أنا أصير مسلم وخليك مسيحي؟ إن دخلت على الجنة بتدخلني، ودخلت أنا على الجنة بدخلك. فلا نخسر المسيح ونكسب محمد. فلذلك سنبقى نكسب في سوريا من يريد السلام. سلام عليكم أحبتي، أقبل جباهكم جميعا وهي مشرقة بنور سوريا ونور الإيمان بالله الواحد. شكرا لك صاحب الغبطة، وأنت تجمع هذا العقد الجميل من زهر بلدي وهؤلاء الأحبة
من رجال يحملون قيم أمتنا وشريعة أجدادنا التي ننقلها لأبنائنا، عذرا إن أطلت، ولكن والله إنها قلوبهم فاضت علي فانطلقت متحدثا، فمن زهر قلوبكم قطفت كلماتي فنثرتها عليكم عطرا، فأرجو الله أن تبقى في مزهريتكم مشرقة. وسلام لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.